إجراءات وقائية يعني قمنا اليوم كولاية كبلديات ك يعني مديرية الموارد المائية وكذلك لونا لوفيس ناسيونال تاع لاسينيسمو كذلك يعني جندنا كل 100 عون كذلك شاحنات هناك 10 شاحنات ذات قوالب كذلك يعني هيدروميكانيكيه و17 فرقه او كذلك هذه ما نخليوهاش غير في مسيره فقط ستنتقل في يعني الاسبوع القادم الى بوسعاده وثم سيدي عيسى وغيرها من البلديات اللي معرضه لخطر الفيضانات بعمليه كبرى عمليه استباقيه تخص تنظيف وتنقية بالوعات ومجاري مياه الأمطار وكذلك المشعبات والنقاط السوداء وبعض الأجزاء من تنظيف الوديان. هذه العملية تندرج في البرنامج الاستباقي من أجل حماية المدن من خطر الفيضانات وتحضيرا لهذه المرحلة إلى لاسيزون إيفرنال. اليوم الديوان الوطني لتطهير وحدة المسيرة سخر من العدة والعتاد ما يلزم لهذه العملية.